نحكي لكم عراف اني ما تر مش عراف هو رفيق الطريق يحط النقط على الحراف تويلو مع دوميتر لا نايم يوصن يا ياساتر ومعاه البرنس الكنز بثمار وفانات وميجر زيد زياد وزياداته والطالون تاع سندريلا ويبادر بدوي بنقشاته يقولوا شادد جول الشلة الجود فايبز موجود غرياني ندرة سو كيوت وصغيد يركح ويشوت راف ماج عليو في الصوت علي الراف ماج يخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة وفي المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج مرحبا مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من راف ماج لتسعة ونص رحلة مكملة يواصل فيها القيادة برنس منصف بن سيد أجمل الشباب الثير على الدوام لوغران زياد المكي أسد المناجم ضيفنا العزيز طارق العليمي أوبرا العرب السيرفيس الأسرع في العالم سندريلا وميمة العيالي الابن المدلل لقناة التاسعة والإسفاقس عاصمة الجنوب ناصر البدوي المستفزة لاروغونس جبروت امرأة هزت عرشة الأبيب سونيا الدهماني يلا موصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص متاع الصباح موعدنا بعد شوية يكون مع رامي في الرادار ولكن قبل هذا هات نحكي لكم على مونوبري نحكي لكم على مونوبري اللي في عيد ميلاده 88 يكمل ويواصل الاحتفالات احتفالات مكملة حتى ل 28 مارس يجاو يربحوا معنا كل يوم بالكارت مونوبري سمايلز 200 دينار وذكرها ب 30 مليون فلوس في الكارت وكالعادة 2500 برومو يستنوا فيكم يوميا تابعونا دونك على يفهم تابعونا في الراف ماك بشربحوا كل يوم في المجازان مونوبري 200 دينار كما قلت في الكارتة 200 دينار تربحهم وتدخل زادة في عملية القرعة متاع الكهرباء اللي ما زالت كما صديقنا اللي ربح معنا جمعة التالي كهرباء وإلا 30 مليون فلوس في الكارتة الموعد شوية آخر في مونوبري جمرت صديقنا طارق الحناشي باش يكون موجود على عين المكان كانك قريب في الزون بتاع جمرت وقف الكهرباء ادخل مونوبري قد تكون سعيد الحظ تربح الميتين تدخل في القرعة على 30 مليون وعلى كهرباء من اهداء مونوبري كل عام ومونوبري حيا بألف خير رام يلا نمشي والرادار صديقنا رامي شنو حذر لنا فقرة الدعابة تسويت في الرسمة الجانب في مجلس نواب الشعب فما برشا كتل ومش الكتل الكل كيف كيف عندك بار اكزومبل كتلة عبير موسي كتلة ما تلقاش كيفها في البحر الابيض المتوسط الكل دورو فركس والله ما فما راو عندهم موبة في الشعارات راو عندهم جواجي في الشعارات يا ولدي قول دوي كل يوم 3-4 شعارات في النهار مينيموم هذايا مينيموم والريتم اللي عندهم الريتم اللطف يا ربي يتبلانتاو راو يتبلانتاو مش لعب يتبلانتاو للصباح يا ودي للصباح مع بعضنا انت تقول قرار وهو ما يجاوبوك والله العظيم قول انيماتور في اوتيل هو يقول ماكارينا والتوريس يجاوبوه ماكارينا يا ولدي حالة حليلة لا واللي يشبك فيهم تقاسم الادوار راح يرتحوا على بعضهم يا ولدي كتلة متكاملة قتلك تعبت عبير موسي بيل شوية ميسهرش نهزوا عليها المشعل عندها زميلة يهز عليها المشعل يا ودي حاجة اللطف ترجع لهم بعد ساعة من غدوة عام الجاي جويجي جويجي عندهم جويجي اللطف الله مصلي على النبي بالحق اللي صاير في المجلس لا مهزلة مهزلة مش عرعار يا ولدي شنو ذا وانا ما فهمتش علاش ما فهمتش علاش ما تتعلموش من رمين صفر الله مصلي على النبي شطر الشعب التونسي يحبها لا وشوف انت يا بخلاف شتيح ابتتلنا غناية جديدة ماهيش حرمتنا من شيء يا ولدي سيفت غناية توعوية سيفت غناية توعوية ما فهماش كيفها عسل شوفك الكلمات انا المرأة سكسي سكسي نحيرهم شكون يعبرهم واحد نحطمهم تشيت 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 تشيت
الله 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 عليك تشي 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 يا بابا وين تلقاه هذا يا ريتو ترينو قاصص علينا يا بابا تشي تشي لا ومش تيت عادية بالتي لا 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 تشي علاش خاطر هي سيكسي دونك تشي تي تولي تشي فهمت ما فهمتش علاش ما ولات هكاك قاعده ذي تشي 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 وكيما الفن موهبه الكلام موهبه زاد ملاوينك الناس الكل عندها لسان هو يقول لك هذا عبد ملسن مش الناس الكل هكاك وشكون عندنا ملسن في تونس الناصر البدوي يا ولدي نصوره الوحيد في العالم اللي نجم يقول نفس الكلمه 5 مرات في جمله فيها 3 كلمات اكاها وما ركور يعكشك يعكشلك مخ يا ولدي تبلانت البارح تبلانت البارح في كلمه بالحق ما حبش يسيبها كلمه بالحق وترجي كانت مباراه بالحق في طراز عالي برشا كانت مباراه معناتها بالحق اللي تفرج البارح في كره الطائره ويحب كره الطائره معناتها راهو بالحق مزيانه مش كان جديد على كره الطائره اي بالحق اي الناصر بالحق كلامك بالحق صحيح واي حاجه تقولها انت بالحق بالحق مهم وانا بالحق وصلت لاخر رادار بالحق غدا تحية رامي برافو رامي على الرادار وعلى الفقرة اليومية اللي تستحق برشا تعب رواه باش تحضر 3 دقائق هذوما يلزم تعدي تقريبا 10 سوايع وانت زابين تتفرج سي با فري زابين تعملوا لهنا ثلاثة حاجات تقعدوا في ورقة ومن بعد تعاود تقصهم يلا أخبار الطرقات مع صديقتنا الفوتو سويت اي اف ام انفو ترافيك